أن النفقة على نوعين، فرض وفضل. نفقة الفرض العدل فيها أنك ما تعطي بالسوي، العدل فيها أنك ما تعطي بالسوي، لأن هذا ظلم. فمن الظلم أنك تعطي ولدك اللي في الجامعة مثل ولدك الذي في الابتدائي مثلا، تقول والله عدل، لا هذا ظلم، تعطي هذا ما يناسبه وهذا ما يناسبه. لكن لما تأتي إلى نفقة الفضل اللي هي الهبة لا بد من العدل فيها. لاحظتم كيف؟ كذلك ولد عندك مثلا عليه رسوم دراسية والثاني ما عليه رسوم دراسية، تروح تقول والله لازم أعطيه، غير صحيح. شخص من أولادك مريض يريد أن يجري عملية مثلا أو تكاليف علاج، والبقية الأولاد أصحى، ما تذهب تقول والله أعطيهم مثل ما أعطيت المريض، لا. فتنبه، المسائل فيها تفصيل. الهبة التي هي من قبيل التحبب والتودد، تقرب إلى الأولاد، هذه لازم فيها من العدل. أما ما ولد طيب الآن عندك بالغ وحصل على الرخصة، رخصة القيادة، يبغى سيارة مثلا، تشتري له سيارة، تروح تشتري للطفل سيارة بعد، ها؟ ما يصلح. لا، لابد من يعني التفصيل في مثل هذه المسائل.